يبدو أن الوضع السياسي في تونس يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، فاحتكار قيس سعيد السلطة وتمدد مشروعه الانقلابي في ظل تغييب الأحزاب وحل البرلمان وإلغاء المؤسسات الدستورية. فهو رئيس الجمهورية يعلن الحرب على النقابات الأمنية، إذ أطلقت قوات الأمن ليلة البارحة قنابل الغاز المسيل للدموع لفض اعتصامات واحتجاجات النقابات الأمنية، وهو أول خلاف علني داخل المؤسسة الأمنية منذ أعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية. وكانت منذ أيام قد نصبت عناصر أمنية تنتسب للنقابات خيام اعتصام احتجاجا على دعوة سعيد حل الأنشطة النقابية وحصرها في صبغة اجتماعية وضمن هيكل موحد، إلا أن الاعتصام جوبها بالعنف وإزالة الخيام من أمام مطار قرطاج الدولية. وزير الداخلية توفيق شرف الدين أكد بدوره أنه لن يتراجع عن تنظيم مصالح منظور وزارة الداخلية، داعيا النقابات الأمنية إلى القيام بمراجعات. فإنه لا مجال للسماح لأي نقابي بتجاوز القانون كائنا من يكون، والقانون هو الفيصل في كل شيء. تأتي هذه الأزمة في ظل أزمة اقتصادية خانقة مست بدرجة كبيرة قوت التونسيين، فالبلاد اليوم بلا وقود ولا سكر ولا طحين ولا زيت ولا قهوة ولا ماء ولا سجائر، هذا على غرار توقف عدد من المصانع عن الإنتاج بسبب غياب المواد الأساسية. رئيس النقابة الوطنية للفلاحين أكد بدوره أن المنتوج الاستراتيجي لمنظومة الألبان في تونس حاليا لا تكفي 15 يوما، مشددا على أن البلاد ستشهد أزمة في الحليب ومشتقاته. من جهته حمل المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بلاغ له السلطة مسؤولية للتصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة، والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها. فهل ستتواصل أزمة الغذاء في تونس دون إيجاد حل لشعب يهدده الجوع؟